السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة معانا حقنة ليفا بدون عضل. بسم الله هنبدأ نجهزها مع بعض، وهنسحب الأمبول كله. زي ما قلت هنسحب كل الكمية اللي في الأمبول، وحاول محركش السن في الأمبول كتير عشان يفضل زي ما هو. لو انا مش هغير السن، لو انا هغير السن تمام، لو معايا حقنة تانية يعني هغير السن. بعد كده هخرج الهواء والحقنة بتاعتي كده جاهزة. هجهز منديل بكحول او قطعة قطن او قطعة شاش، ده عشان التعقيم، معقم مكان ما هندخل بالابرة، وقطعة تبقى ناشفة هنضغط بيها مكان ما نخرج بعد ما ناخد الحقنة بإذن الله. هنقسم الإلية 4 أجزاء، هنعطي في الربع العلوي الخارجي تمام مسحة بالكحول او بالمنديل. بسم الله. وهجهز الناشف يبقى معايا. بسم الله. هدخل بشكل عمودي وهمسك المكان اللي هدخل فيه، ثبت ايدي، اسحب سحبة صغيرة لورا، ما خرجش حاجة. ابدأ اعطي الحقنة بتاعتي، معلش، بالشفا ان شاء الله. بعد كده بخرج واضغط لمدة دقيقة.